المشاعر. البعض بيذكر ان النساء عرضة اكتر للاصابة بالاكتئاب. الحقيقة الأبحاث بتقول كده، بس الاكتئاب عند البالغين، يعني نسبة الإصابة عند البالغين في النساء ضعف الرجال، عند الأطفال تساوي. بتبقى متساوية في الولاد زي البنات، لكن في النساء للأسف الإصابة بتبقى ضعف. هل يعود ذلك للهرمونات؟ هل يعود لحساسية التأثر؟ عوامل كتيرة لم تحسم بحثيا يعني. قضية يعني موجات الاكتئاب اللي ممكن نسميها اكتئاب ما بعد الطمس، لا، المراحل. النساء بيصابوا بأشكال كتيرة من الاكتئاب، الرجال معافين منها في اكتئاب الحمل واكتئاب ما بعد الولادة. دول نوعين من الاكتئاب بيبقوا موجودين في الستات أكتر، وبيبقوا أكثر عرضة ليهم الستات اللي عانوا من الاكتئاب قبل كده. يعني احنا بنبقى خايفين من اللي مرت بدور اكتئاب قبل كده ودخلت في حمل، بنبقى متحسسين. ده مش معناه ان كل ستة مكتئبة جالها ربنا رزقها ببيبي او بقت في حمل انها هيجي لها، بس هي بتبقى اكثر عرضة للاصابة باكتئاب الحمل او اكتئاب ما بعد الولادة، اما اثناء الحمل واما بعد الولاده نفسها، اما اثناء الحمل او بعد. اثناء العذر الشهري، اثناء الدوره الشهريه، هل ممكن؟ اثناء الدورة الشهرية في حاجة اسمها عسر المزاج، ودي من الاضطرابات الشهيرة اللي احنا بنقول عليها بريم منسترال ديسفوريا او عسر الدورة الشهرية، بتحصل في الايام ما قبل الدورة واثناء الدورة، بيبقى فيها عصبية وفيها اضطراب مزاج وبيبقى فيها فقدان اهتمام وبيبقى فيها ممكن اضطراب في النوم، والاعراض المعرفية دي بتزيد والاعراض الجسمانية. الحاجات الشهيرة اللي منتشرة وبرضو كثير من النساء بيخجل من الكلام عنها النقاش او عنها. طلب المساعدة، رغم ان ليها مساعدة وليها علاج وبتتعافى بشكل كويس جدا وبتستجيب كويس جدا.